فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. نحن كتاب من أجل السنة بقيادة أبو وليد المرعي العاملة في مدينة مارع تحت سقف المجلس العسكري الموحد في الريف الشمالي ننفي كل ما تناقلته وسائل الإعلام حول مهادنتنا لجيش الثوار، ونؤكد على وقوفنا بوجه الهجمات الشرسة البربرية التي يتعرض لها ريفنا الشمالي، ونعاهد الله وأهلنا ودماء الشهداء بأننا لن نتخلى عن مبادئنا الثورية وحماية أرضنا حتى يأتي الله بأمره أو نهلك دونه، والله من وراء القصد.